جديد في زون ميكس متواصلين حتى الخمسة متاع العشية. نحكيو على مقابلة القمة، مقابلة الكلاسيكو. بعد ما سمعنا جاريدو وسمعنا كذلك سعد الدريدي، نسمعوا رأي محايد، رأي المحلل الفني واللاعب الدولي السابق أنيس العيار. يا بيك النوس. مرحبا بك سليم، ومرحبا بالسادة المستمعين الكل. شنو أحوالك خويا؟ شنو الأمور؟ والله في خير ونعم، الحمد لله الحمد لله. باهي أنيس، أكيد تابعت مقابلة الكلاسيكو، ونحب نعرف رؤيتك الفنية للمقابلة. بون الماتش ما وصلش للتوب، بما انه تعرف اليوم الغيابات موجوده، وان بلوس لي فالور، معناتها الفالور نتاع الملاعبين اللي كانوا نوعا ما يعملوا ديفيرينسا ما كانوش في نهار كبير. معناتها كي تشوف اليوم زاد غياب الشيخاوي على النجم اثر، فما كما نقولوا احنا النجم الرياضي الساحلي نوعا ما تغيير في الخطه التكتيكيه من 3 4 3 رجع يلعب بال 4 2 3 1. النادي الافريقي يظهر لي ال 4 3 3 من الناحيه الدفاعيه تتحول من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه بال 4 2 3 1. نعرف اليوم اعاده اياب المساكني نوعا ما اعطت توازن في خط وسط الميدان، رينا حاسم رينا هو اللي كان وراء هدف التعادل. يظل المباراه ككل رينا فيها اكثر اجريسيفيتي، اندفاع، ديديويل برشا، ما ريناش برشا كوره، وزيد ارضيه الميدان ما عاونتش باش نشوفوا مباراه كبيره. شو نقول بالنسبه لي انا في 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 حوصله صغيره، نقول انه النقطه ايجابيه للنادي الافريقي من ملعب حمام سوسه جد ايجابيه، السيكل يتواصل، عدم يعني كما نقول احنا كونتري ماركي، ما فماش انتصار، ما فماش هزيمه. لكن النجم هو السؤال المحير، انه اليوم ثلاثه هزايم ورا بعضهم، زوز في البطوله، واحده في رابطه الابطال، واليوم نقل تعادل اخر امام كاليبر نتاع معناتها كما النادي الافريقي اللي قاعد يعمل في اونتان تاع سيزون مزيانه برشا. مباراه الحق والامانه ما كانتش فيها برشا فرص، لان زوز حراس بالامتياز اليوم بالنسبه لي انا، مع القصاب المنابي اللي نوعا ما كما نقولوا احنا معناتها مستقر يعني الاداء نتاعهم، لاعبي قاعد يمشي بخطى ثابته، قاعد ياكد مباراه الاخرى. وزيد ثم لاعب اخر شاب يلزمنا نقولوا اللي هو كما نقولوا احنا الحاج محمود، وسط ميدان النجم الرياضي الساحلي. هذوما زوز لاعبيه نوعا ما، علاش فرحان وعلاش جبتهم اليوم يا اسلام؟ خاطر احنا مستحقين كما نقولوا احنا نجوم جديده، مستحقين للاعبيه تعطينا دماء، تعطينا روح للبطوله. نتصور انه زوز لاعبيه اليوم هذوما اللي لفتوا الانتباه نتاعي، نقول مباراه ككل بنسبه 60 65% النجاح نتاعها. رينا برشا اندفاع، ما ريناش برشا كوره، ارضيه الميدان ما عاونتش حتى باش تخلي زوج فرق يلعبوا. ومن بعد رينا الورقه الحمراء نتاع زهير الذوادي اثرت نوعا ما على النادي الافريقي. النادي الافريقي ممكن النطاق نتاعو كانت مزيانه برشا، عمل 7 8 10 دقائق من الهنين، اول دقيقه سجل، يذو لي احسن سيناريو، عاود كيما نقولوا احنا مشي لقدام. يذو لي النادي الافريقي الورقه الحمراء نتاع زهير الذوادي خلته يقبل اكثر لعب وخلته يلعب بالنار. يعني رينا اليوم عاد فتخيلي اللي كان حاصل، النجم الرياضي الساحلي الياته الهجوميه حتى في ظل التفوق العددي اسلام ما ريناش النجم، بما انه جونزاليس بعيد على المستوى نتاعو، في راس بالعربي ما عاد نوعا ما يهب المساكن، كوليبالي اللي هو النجم يكون النقطه الايجابيه في النجم الرياضي الساحلي. علاش؟ خاطر كي نحكيو على مشوار النجم في رابطه الابطال، نتصور انه كوليبالي باش يكون حل، باش يكون يعطي حلول هجوميه معناتها في مستقبل النجم الرياضي الساحلي. باهي، شنو رايك في التعامل الفني من زوز مدربين، خصوصا في التغييرات مع مجريات المقابله نيس؟ نتصور انه ممكن سعد الدريدي يتعامل اكثر برشا ذكي، تعامل يعني عرف كيفاش عرف كيفاش يتعامل مع المباراه، وعرف كيفاش يتعامل مع النقطه العددي. يعني تعرف اليوم النقطه الايجابيه، ونعرفوا انه النادي الافريقي اليوم يظل دفاعيا احسن دفاع في البطوله. كان نجيو نعمل احصائيات من يعني اذا يكون الاول ولا الثاني، ما نعرفش الاحصائيات بالضبط، لكن دفاعيا بقياده عاطف التخيلي بقياده العاطفي احسن دفاع قبل اليوم الهدف الثاني. يعني فوالا، هذه حاجه ايجابيه للدفاع النادي الافريقي. العقرب اللي قاعد يقدم في بدايه موسم جد ممتازه، من بعد نلقاو بالخيفر في بلاصه ادم التاوس. ادم التاوس ممكن اليوم لسعد الدريدي يعول على خبره بالخيفر مع الجزيري واسكندر العبيدي اللي زوز مستقرين قاعدين يعملوا في بدايه موسم. نتصور الرباعي اللي موجودين مع عاطف التخيلي دفاعين النادي الافريقي انجح. لسعد الدريدي حتى في التغييرات نتاعو تعامل مع الشماخي بما انه ماهوش في نهار كبير، اقحم كواسي في وسط الميدان باش يزيد يعطي اكثر توازن وسط الميدان، بما انه النجم ربح وسط الميدان في ظل الحاج محمود وفي ظل بن عمر وايهاب المساكني، حب يدخل معناتها كما نقول احنا رودريغيز اللي حقيقه بعد ولا يلعب على الكونتر. الكونتر ممكن ما قاش فيه روحه لسعد الدريدي، بما انه نعرفوا الخفيفي اللي هو نقاط قوه النادي الافريقي في الموسم الفارط، في السرعه نتاعو، في التحول من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه. الخفيفي مازال ما عطاش الاضافه اللي تخلى عليها اليوم الخفيفي. يظل لي المشكله نتاع الخفيفي نصور ذهني، يعني نعرفوا الخفيفي في الموسم الفارط كان حاسم، يعني هو كان جل كان وراء جل كل الاهداف. الخفيفي كيبدا في نهار كبير يعاون برشا النادي الافريقي. الخفيفي اليوم بعيد على المستوى نتاعو منذ بدايه الموسم، ما عرفوش شنو هي مشاكل ممكن الخفيفي، لكن بعيد حتى في التعويل نتاعو ممكن ما عاونش النادي الافريقي. نقول اليوم وسام يحيى ابن العشرين اليوم كان شاطر من راي اسلام، نقولوا على وسام يحيى ما شاء الله عليك، الروح 35 عام انيس
35 نقولوا ابن العشرين، يعني كي يمكن نحكيوا على وسام يحيى نقولوا ليدير نتاع ليكيب اليوم بالحق. انفري كابيتان في وسط الميدان مليح حاجه بركه ممكن في وسام يحيى اليوم بالاكسبيرونس نتاعو يلزم يتجنبها، عنده الاكسبيرونس ما يستنى حد ينجم يقولوا له، هي التخمر كان نجم يحصل على ورقه حمراء معناتها كان جاي جريد اليوم ما تغاضاش على برشا فوائد نتاع وسام يحيى، كان عداله واحده حقيقه عداله واحده شفتو الثانيه نتاع حمراء نتاع الكره اللي شاتها ونتاع الكره زاد اللي شاتها البرا اليوم وسام يحيى انفري ليدير مستحق النادي الافريقي اليوم بالنسبه لي انا كرويا عمل مباراه ممتازه ينحي التشنج وسام يحيى نجم يعمل موسم ممتاز وممتاز ممكن ما صارش في تاريخ وسام يحيى. شو نقول؟ نقول ان النجم الرياضي الساحلي اليوم في غياب الشيخاوي تاثر، علاش؟ خاطر الشيخاوي ممكن في كولوار ينجم يعطيك، شيخاوي على بالاريتي نعرفوا شيخاوي مع غياب المساك الزوز يكملوا بعضهم كي بداوا الزوز بحذا بعضهم ثم تناسق، لكن نقول العريبي هو النقطه السلبيه في كل مره العريبي يجيك في مباراه يعمل لك مباراه كبيره يكون لك هداف بثلاثه ولا اربع اهداف ومن بعد يعمل لك سيكل نتاع ثلاثة أربع مباريات ماهوش موجود. شو نقول؟ نقول كوليبالي اليوم في النجم الرياضي الساحلي هو البونت اللي لازم يكون، خاطر في البريمير ميتون غاريدو ما عرفش كيفاش يستغل اللعبة هذا يدزو أكثر على الكولوار، يعني مشى أكثر للرواق وفي الرواق ما عطى حتى شيء. من بعد كوليبالي كرينا في وسط الحلبة، يعني رينا في وسط الدزويت قلق برشا وكان وراء برشا كرات معناتها خطيرة بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي خاصة في الشوط الثاني. نقول ماتش إيكيليبري، لاس عبد العزيز عرف كيفاش يتعامل مع التغييرات نتاعو، عرف كيفاش يتعامل مع الوقت المتبقي بما أنه يلعب منقوص عددين. نقول نقطة جد إيجابية للنادي الإفريقي في ظل السيكل الكبير اللي قاعد يعمل فيه. ومن بعد نقول أن النجم الرياضي الساحلي ثلاثة هزايم اللي مش متعود بها النجم، فريق كبير كيما النجم زوز في البطولة وواحدة ربيت ثلاثة، التعادل الآخر بالنسبة لي مخيف الأمان، مخيب للأمان. شو نقول؟ نقول مباراة كل كرويين بالنسبة لي أنا سلام ما فاتتش معناتها كيما نقول المستوى الكبير، أرضية الميدان برشا تشنج، لكن نحكيو عن النقاط. نقول أن النادي الإفريقي اليوم جد إيجابي في النقطة نتاعو اللي باش تخليه أكثر مرتاح ويحضر أكثر الدربي. تعرف كي تدخل الدربي وتجيب تعادل بما معناتها من ملعب حمام سوسه، نتصور تعادل جد ايجابي. لاس عبد الريدي قاعد ماشي في السيكل، ما نربحش ما نخسرش. غاريدو اليوم هو اللي مازال ما لقاش ليكيليبر نتاعو، غياب صدام بن عزيزه في قلب الدفاع اثر، بوغاطاس على بنك الاحتياط وسؤال محير هل اصابه هل لا، من بعد تعويل على علي البريكي اليوم غاريدو خسر شانجمون. غاريدو عليه البريغي بعيد على المستوى نتاعو، عليه البريغي لاعب رواق بعيد على كل المستويات، عليه البريغي كان ممكن ثم رفض كبير من جماهير النجم انه يكون موجود في النجم، اليوم لقاوه كظهير يمين والحناشي على بنك الاحتياط، الحناشي ممكن كان يبدا المباراه كان يعطي اضافه اكثر خاصه عنده نزعه هجوميه ممتازه، بن والناس كيف كيف على الجهه اليسار ممكن ما لقاش السند في الرواق نتاعو في اللعب الفراس بالعربي في البريمير ميتو. نقول انه النجم مازال بعيد على المستوى نتاعو، الحق سلام النجم الساحلي حتى الباركور نتاعو في رابطة الابطال مهدد، يعني اليوم بعد هزيمة الهلال السوداني اداريا ممكن عودة شرف الدين تعطي امال من الناحية المادية انهم الملاعبية يستحقوا معناتها ياخذوا المستحقات نتاعهم وتتغير الاجواء في 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 ليتوال. لكن شو نقول؟ نقول ان النادي الافريقي اليوم الحق للامانة في الظروف الحالية اللي قاعد يعيش فيها، نقول شابو با الناس عبد الريدي، شابو با الجمهور النادي الافريقي اللي قاعد محافظ على نفس التركيز، الملاعبية قاعد محافظين على التيران نتاعهم وثم معناتها ناس قاعدة تخدم خارج الميدان. ورينا ديرنييرمون الاختيار نتاع تزكار، نقول برافو الجماهير النادي الافريقي اليوم نظن لي غازي عبد الرزاق وصابر خليفه مع بعض الانتدابات، نتصور النادي الافريقي في فتره الاياب باش يقول رقم صعب في البطوله. النادي الافريقي رغم انه خصم منه 6 نقاط لكن قاعد محافظ على نفس التوجه، يعني هذا من كما نقول احنا ما نربحش ما نخسرش، هذه حاجه باهيه برشا. ذو اللي ثم بصمه نتاع مدرب نتاع سعد الدريدي وسعيد السايبي زوز جاو غيره خاصه من عقليه اللاعبين، هذوما هما نفس اللاعبين نتاع الموسم الفارط اسلام. اللي تغير هو الديسكور نتاع المدرب، اللي تغير هو الكرينتا، نشوفوا وسام يحيى قاعد يجري يفك، قاعدين نشوفوا القصاب ولاد جديد اسكندر العبيدي الجزيري العقربي اللي كان كما قلنا احنا عامين التالي في زوج المواسم الاخيره غياب كلي بالنسبه لي انا، العقربي اصابات مردود متذبذب، اليوم لقاو العقربي اللي يعمل في موسم ممتاز ادم التوسخ تعاول عليه ولاد شاب تلقاه. نتصور بالنسبه لي انا مباراه فنيا ما ارتقتش المستوى الكبير، لكن النقطه الايجابيه هو النقطه اللي جابها اليوم النادي الافريقي من ملعب حمام سوسه. واضح، يعطيك الصحه انيس العياري، ظهر لي جبت على كل الجوانب الفنيه كفيت ووفيت كما يقولوا في الخليج بالنسبه للمقابله هذه. شكرا لك انيس، نمشيو للاخبار مع زميلتي اسماء المدب بعد مواصلين في زون ميكس حتى للخمسه متاع العشيه.